السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى جاي لكم فيديو جديد، يا رب يعجبكم ان شاء الله. وهنعمل مع بعض الكبده الاسكندراني، الكبده طبعا البلدي في البيت. هنعملها بطريقه سهله وبسيطه جدا، مش هتاخد مني 5 دقايق خالص. انا معايا دلوقتي، بسم الله، معايا دلوقتي حوالي نص كيلو اللي هي الكبده البلدي، طبعا مش المتلجه خالص، اللي هي البلدي. معايا هي جايباها متقطعه شرايح بسيطه، يعني مش سميكه قوي. انا هجيبها طبعا عندي، وبعد كده هقطعها عندي قطع صغيره، عشان انا مش عايزه الكبده بتاعتي تكون عندي كبيره. طبعا لو هتحمريها ممكن تستخدميها كبيره زي ما شايفه، بس طبعا انا هعملها عندي اشوحها وكده، فانا هقطعها. So let's go. She's a feeling. Cause you know, it's time for the meaning. Now we show we're coming and winning. It's me, it's me. طبعا بعد ما قطعتها كلها هي ما شاء الله، هجيب عندي بقى بوله فاضيه. طبعا انت عارفين الكبده ما تتغسلش، هحطها عندي بقى في البوله بتاعتي كلها. هكون بقى مجهزه البهارات بتاعتي، وطبعا انا مقطعه هنا قرنين فلفل رومي شرايح صغيره او قطع صغيره، ومعايا حوالي 10 فصوص ثوم، ومعايا ليمونه. طبعا البهارات بتاعتها هي عندي كمون وكزبره وفلفل اسود، وطبعا نص معلقه صغيره اللي هي الشطه الحمراء. طبعا ده اختياري مش اجباري، بس طبعا الشطه الحمراء بقى بتديها طعم جميل. مش هنقطع طبعا عشان لو في اطفال هتاكل ولا كده. معايا ربع كوبايه خل صغيره، ومعايا نص ليمونه معصورة. بعد كده هنزل بقى بالعشر فصوص ثوم، طبعا مقطعهم طرنشات صغيرة هي، والفلفل الرومي. طبعا لو حابة تقطعي قرن شطة حامي بقى صغير كده تمام. انا طبعا اكتفيت بالشطة الحمراء اللي انا حطيتها عشان في اطفال هتاكل. طبعا هقلب بقى ده كله مع بعضه، ممكن تسيبيها حوالي 10 دقايق في التتبيلة دي، وتحطها في التلاجة، او ربع ساعة زي ما انت عايزة. لو حابة تبدأي بقى تحمريها على طول او تشوحها على طول كده تمام. انا هسيبها عندي 10 دقايق في التلاجة لحد ما طبعا تشرب التوابل بتاعتي والخل والليمون. بعد كده هجيب عندي، بعد ما سبتها طبعا في التلاجة حوالي ربع ساعة او 10 دقايق، هجيب عندي بقى الطاسة بتاعتي اللي هبدا اشوح فيها الكبده بتاعتي. هحط طبعا عندي الزيت، ويبدا يسخن، معلقتين زيت كده كبار، هيبدا بس الزيت يسخن معايا، وهبدا انزل عندي الكبده. تمام، هبدا بقى انزل الكبده وافردها عندي في الطاسه بتاعتي. ما بتاخدش منك وقت ولا حاجه، بدل طبعا ما نشتري من بره. احنا طبعا مش ضامنين الحاجه اللي من بره، يعني الحاجه اللي احنا نشتريها من بره كويسه معموله ازاي وكده. 5 دقايق هتشتريها عندك الكبده، و5 دقايق هتجهزيها عندك في البيت. وطبعا الكبده البلدي ما بتاخدش معاكي سوى مسافه 10 دقايق بتكون استوت، غير طبعا اللي هي الكبده اللي بتبقى مجمده وكده. طبعا هفضل باستمرار اقلب في الكبده عندي طبعا لحد ما تبدا تنزل ميتها خالص، وطبعا يبدا الدم اللي في الكبده عندي يختفي نهائي. انا بالتقليب المستمر كده ما شاء الله، مش قادره اقول لكم ريحتها عامله ازاي.
طبعا الخل والليمون اللي انا حطاهم طبعا مانعين زفارة الكبدة نهائي، يعني ملهاش اي ريحة شاذة ولا كده، ريحتها ما شاء الله تحفة. طبعا هي الكبدة عندي هي لسه بادئ، لسه ظاهر فيها الدم من فوق اهو، هبدأ اسيبها عندي لحد ما تختفي تماما، الدم ده يختفي تماما وتبدأ تستوي عندي. وطبعا طول ما انا سايبها على البوتاجاز بتنزل ميتها. هوريكو قطعة اهي برضو لسه الدم ظاهر فيها اهو، هفضل طبعا بالتقليب المستمر زي ما قلت لكم لحد طبعا ما الدم يختفي نهائي من الكبدة. كده الكبدة بتاعتي بدأت تستوي اهي تماما، والمية اللي فيها بدأت تنشف اهي. هوريكو قطعة، خلاص كده الكبدة بتاعتي استوت. طبعا لو مش حابة تحطي الفلفل في الاول عشان ما يتبلش معاكي خالص كده وما يظهرش في الكبدة، تمام ممكن تحطيه لما الكبدة تبدأ تاخد نص سوا معاكي. كده طبق الكبدة بقى جاهز معايا ما شاء الله، مع حبة الطحينة بقى وسلطة الطحينة بقى وحبة جرجير، وبالهنا والشفا. اتمنى بقى الفيديو يعجبكم، مع السلامة، فيديو جديد.